تلعب قوات الدفاع والأمن دورا هاما في مكافحة الجريمة وضبط المجرمين والحفاظ على السلام والاستقرار. وقد دأبت الحكومة منذ وقوع حادثة قتل التاجر الصينية في الأيام الماضية، بدأ رجال الدفاع والأمن في متابعة المتهمين والقبض على بعضهم منذ الوهلة الأولى للجريمة، حيث اكتملت هذه الشبكة الإجرامية بعد أن ضبطت القوات على المجرم الذي أطلق النار على التاجر الصينية. تشوفوا قدامكم ده عسكري قديم مطرود من العسكرية ومن المجرمين الكبار اللي قدام كوراتورو، ما أعرف بأي طريقة طلع من كوراتورو. ده من ناس من رأس الهوس اللي كان كرمنا بعد جزء منه، وده الأخير المجرم الكبير هو اللي درب بام بام ايش نواس كترا وده ده لقينا بجهود أنا العساكر أنا البوليس لقينا في إليبا. مدعي الجمهورية يوسف توم فقد أثنى على الجهود التي تقوم بها قوات الدفاع والأمن متوعدا المجرمين بالعقاب الذي يستحقونه. نشكر القوات أنا الأمني الخدموا للهدى لقوه والآخرين كله قادم في تفتيشهم إن شاء الله بلقوهم، وكان لقينا القانون يجري لهم زي ما دولة دورتها وراكو هنا داكو اندوكو زول وايد شان ليا توني تاني أنا بوليس شان ليا البندق شان ليا جراد أنا كوماندا وبيجي بنده صافي كومسيريا وين دليا أتو أباريت ولكي ولكي كله فيه دينا زي ما يعرفوا يعني هو كوماندا من البوليس بس وناس زي دول ده عند كيت آخر فيه اللي هم دول اللي بعازوا ناس الله يعلم كان بيليل هم دول بس بمشوا في البيوت أنا ناس باقولوا حقهم باقتلوا الناس وأيوم انكرب. هذا وإن قوات الدفاع والأمن لن تتسامح مع الخارجين عن القانون أو كل من تسوي له نفسه في ارتكاب جريمة أو تهديد رعايا الدول الصديقة المقيمين على الأراضي الوطنية، إذ أن تشاد دولة عدالة وقانون ولا يسمح للمارقين ارتكاب الجرائم فيها.